الأستاذ عبد الرحيم علي الفائز، واحد من 4 فائزين فقط في الفردي، وفائز بأول مقعد في دايرة الدقي. مساء الخير يا أستاذ عبد الرحيم. مساء النور يا ميس هاني، ازي حضرتك؟ ومبروك. الله يبارك فيك يا ميس هاني. يعني أولاً كان في جدل وكان في لغط كبير حول هل أنت حسمت المقعد ولا لسه المقعد مش محسوم وهتعيد. إيه اللي حسم بقى؟ قول لي الأرقام اللي عندك. ما فيش جدل، هو خطأ تقني بسيط لفظي من القاضي. هو متخيل إنه أولاً اللجنة الفرعية مش من سلطتها انها تقول فلان فائز او لا، لان في طعون للجنه العامه وفي اصوات المصريين في الخارج. القاضي عد الاصوات، وبعد ما عد الاصوات سالوه في اعاده، قال لهم اعاده في الكل ومشي. هو ما خدش باله انه في، انا واخد 45,000 صوت من اصل 75,000 صوت صحيح، يعني 62.5%. والقانون بيقول 50% بلس صوت، مش بلس واحد، بلس صوت. وانا واخد 50%، يعني 37.5 زائد 7500 صوت زياده. واخبار المصريين في الخارج ايه؟ المصريين في الخارج انا خدت 8,000، 8 من اصل 13. فوصلت دلوقتي 53,000 صوت، وارتفع النسبة بتاعتي لحوالي 67%. يعني ليها الأستاذ أحمد مرتضى تقريبا خد 1.5 مع الأربعة، يبقى 25.5. ويليها الدكتور عمرو الشبكي خد 4 مع ال 19، يبقوا 23. يعني أنا بيني وبين المرشح اللي بعدي الدكتور عمرو الشبكي 30,000 صوت. فاللي هيعيده أحمد مرتضى وعمرو. الأستاذ أحمد مرتضى والدكتور عمرو. والدكتور عمرو الشبكي. وأنا المفروض خدت المقعد خلاص بتاع واحد منهم. واحد منهم، فإحنا هنعيد على مقعد آخر. دي هتبقى معركة حماية الوطيس أيضاً. أعتقد إنها تبقى معركة حماية الوطيس، لأنها برضو هي معركة بين جيلين. معركة بين برضه رؤية بتاعة نخبة 25، واعتقد ان استاذ مرتضى بينتمي هو واسرته وهو والاستاذ احمد لمشروع 30 يونيو، فاعتقد ان يعني كان نفسنا ما يبقاش في خلافات بين الرؤيتين. بس عبد الرحيم علي كيف يعني ايه مشاعرك وانت يعني زي ما يقولوا سكيورد ذا سيت، يعني قدرت ان انت خلاص تضمن مقعد؟ والموضوع ده صعب جدا، ده انتوا 4 بس في الفرد اللي قدرتوا تحرزوا مقاعد. انا فخور باللي انا عملته، فخور بان المصريين، خد بالك الدايره دي، الدايره اللي جنبها امبابه مثلا ادخن واحد فيهم واخد 12.5، وهي اكثر اصوات مننا. الدايره طلعت بكثافه، ادتني بكثافه شديده. يعني انا مثلا يبقى في مرشح من بين السرايات اخد معاه على طول زيه، مرشح من 100 عقب اخد معاه زيه واكثر منه، وبالتالي انا لقيت الدايره مجمعه كلها عليا كمرشح. ده يعني خلاني اشعر بالفخر، وفي نفس الوقت اشعر بالواجب الكبير، بالمسؤوليه بقى. عليا هنهريك الكبيره، اهل الدقي دول هيهروك انت عارف. ده حقيقي، وانا بطالبهم بكده بالعكس، لان احنا جايين عشان نشتغل، جايين عشان نحط ايدينا في ايد النائب القادم كمان ان شاء الله بعد الانتخابات باذن الله، عشان نقدم حاجه جديده للناس. يا استاذ لميس، الناس والله العظيم ثلاثه نزلنا شيء يعني حرام، والله حرام. وبالتالي لازم ندي الناس دي حاجه، نعمل الناس دي إن شاء حاجه الله. نحسسها ان دي بلدهم وان دي وطنهم، والا هتبقى مشكله صحيح. كبيره جدا. وانتوا لازم تساعدونا كتير، انزلوا معانا بكاميرات وانزلوا معانا بتاع، عشان نقول للدنيا كلها في خطا هنا، في حاجه هنا لازم تتصلح. أرجوك. شكرا، بحييك وببارك لك زميلنا عبد الرحيم علي على مقعد الدقي.